السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهاردة حلقتنا هايلة جدا، وصفة بتهم كل البنات والمدامات اللي هم سنهم كبير شوية. الوصفة عبارة عن التخلص من الزوائد الجلدية او السقاليل، علاجها في يومين بس. تخيلوا ان احنا نقدر نعالج السقاليل دي في يومين بس، وايه المكون اللي هو موجود في كل بيت وهيحل لنا المشكلة دي. قبل ما نتكلم عن السقاليل وعن علاجها واسبابها، تيجي مع بعض اللي بتشوف قناتي لاول مرة يا ريت كده تتفضل وتشترك في القناة وتضغط زر الاشتراك الاحمر او السبسكرايب، كمان تفعل زر الجرس عشان يوصلها الجديد اول باول، وما تبخلش علينا بلايك وشير للفيديو. تيجي مع بعض كده نشوف ايه هي السقاليل. السقاليل يا بنات دي عبارة عن زوائد جلدية. الزوائد الجلدية دي بتبقى بلون الجلد، تمام، وبتبقى كمان ان هي بتبقى اغمق كمان شوية، يا اما بتظهر بلون الجلد يا اما بتظهر اغمق شوية من الجلد، تمام، وهي بتبقى بتدينا منظر، بتشوه لنا منظر الجلد بتاعنا، خصوصا لما بتكون ظاهرة في الوجه او في العين او في الرقبة، بتكون ظاهرة كده للناس. فاحنا دايما بنحرج جدا لما بتبقى عندنا زايدة جلدية باينة كده، مثلا فوق الجفن كده مثلا واضحة، او مثلا تحت الانف كده فوق الشفايف كده في زايدة جلدية، او مثلا تحت الرقبة بشوية كده في زايدة جلدية، بتبقى دي حاجات محرجة قوي لو كانت واضحة للناس. دي بتظهر نتيجة ايه؟ زيادة الوزن. احنا لما بنزيد في الوزن بيحصل عندنا اضطرابات هرمونية. الاضطرابات الهرمونية اللي بتحصل في الجسم دي بتؤدي الى وجود الزايدة الزوائد الجلدية دي، تمام. طب هي ايه اماكن ظهورها؟ زي ما انا قلت كده، في الرقبة او العنق، احلى الجفون، تحت الابطين، بتبقى في الظهر كمان، وبتبقى اسفل العنق او الرقبة، في اصابع اليدين والرجلين، بتبقى في الاجناب كمان، يعني بتظهر دايما في، او بتبقى كمان اسفل العنق كده، بعد العنق كده بشويه بيبقى فيه كده زوائد جلديه، وكمان ساعات بتنتشر كمان في اسفل العنق دي بطريقه رهيبه. فدي دايما بتعمل لنا ارق. طب ازاي نعالجها؟ ازاي كده الزوايا دي نعالجها؟ في علاجات بسيطه عرفناها زمان، او يعني هي بطيئه ولكن فعلا بتجيب نتيجه، يعني هي بتاخد لها من شهر لشهرين ان انت تعمليها. زي مية البصل، عارفين لما تجيبوا البصل الاحمر ده وتاخدوا المية بتاعته تعصريه، بيبقى المية بتاعت البصل دي. كمان التوم لما نعصره وناخد المية بتاعته، الليمون، الخل الابيض او خل التفاح، دي كلها مواد بتؤدي الى ان هي بتدبل. لو احنا حطيناها على الزايدة الجلدية بتؤدي ان هي بتزبل وبتنشف وبتقع. طب دي العلاجات البطيئه بس بتجيب نتيجه، مش هنقول ان هي ما بتجيبش، لو استمرتي عليها بتحطي ميه البصل والثوم والخل والليمون كل يوم رايحه جايه بتحطي على الزايده بتاعتك الجلديه دي، فعلا هتنشف وهتغمق وهتقع. طب ايه كمان؟ الليمون ده كمان من حاجات مهمة جدا في ازالة الزايدة الجلدية. احنا لو جبنا ليمونة كده وغسلناها وخدنا القشرة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، هعمل لكم مثال بسيط كده، وخدتي الجلد كده بتاعتها وقطعتيها مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفين كده. المكعبات دي انت لو ضفت لها مية البصل او الثوم او الخل، تمام. انا بقى ايه كنت بقول؟ ان احنا هنعمل خلطة من كل دول. لو حطيت بقى مية بصل على مية التوم على الخل الابيض على الخل الاحمر على عصير الليمون، كل ده هنغطي بيه قشور الليمون بتاعتي اللي عندي، تمام. ممكن نعمل ليمونتين او ثلاثة القشر بتاعهم، وهنحط فيه، هننقعهم في العصير ده 24 ساعة. القشر اللي عندنا دي هننقعها في عصير البصل والتوم الخل الاحمر والابيض وهنحط والليمون وعصير الليمون، وهنحط فيها قشر الليمون ده اللي عندي.
تمام. وهننغص القشر كده، هنخرمه كده زي ما احنا شايفين كده، بنخرم خروم كده بسيطة في القشر علشان يمتص هذه العصير اللي هنحطه عليه. وهنسيبه 24 ساعة. هناخد قشرة وعندي على الزايدة اللي عندي في أي مكان وهنحطها، هتلاقي القشرة دي مشبعة بالمخلوط اللي عندي ده، تمام. وهنجيب بلاستر عادي، الحتة دي هتكون ناشفة عندك عشان البلاستر يلزق هنا وهنا، هتجيب البلاستر وهنحطه على القشرة وهنسيبها، وكل ساعتين بنشيل القشرة دي ونحط قشرة تانية، هنرمي دي وناخد قشرة تانية وهكذا. انتي لو استمرتي على الطريقة دي فعلا في خلال شهر هتلاقي الزايدة الجلدية اللي عندك دي دبلت وبقت لونها اغمقت ونشفت وهتقع، تمام. دي كانت ايه طريقة. في بقى ايه المكون اللي موجود دلوقتي واللي هيديكي نتيجة فورية اكتر، مش هنقعد شهر، احنا هنقعد مجرد من يومين لاسبوع، اللي هو روح الخل. روح الخل انا هسيب لك صورة كده في الجنب، هتتفرجي على الازازة، هتجيبيها من اي عطار. روح الخل ده ازازة فيها روح الخل، يعني بتركيز عالي قوي، الخل ده يعني تركيزه عالي قوي، لازع جدا جدا جدا، غير الخل الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في السلطة، تمام. فهتاخدي روح الخل اللي عندك، انا عبيتها في ازازة كده عندي، تمام. ممكن ان انت هتاخدي الازازة دي فيها كده قطارة روح الخل اللي عندك، وعلى هنجيب الاول الفازلين وهندهن المنطقة، لو المنطقة دي اللي عندي مثلا، لو هنا الزايدة هنجيب قلم كده، هنحاول كده ان هو يكتب، بس هو قلم اصلا مش كويس. المهم لو قلنا افترضنا ان هي هنا الزايدة الجلدية بتاعتي، انا حواليها حوالين الزايدة كده هحط جزء من الفازلين كده حواليها، تمام. وهنقط، هنيجي وروح الخل اللي عندي اللي هنجيبها من عند العطار او من اي هايبر ماركت مكتوب عليها روح الخل، هنقط انا نقطة كده على الزايدة الجلدية اللي عندي، تمام. طبعا اللي احنا حاطين هنا الفازلين علشان تبقى طبقة ما يلمس اللي ايه الجلد اللي حوالين المنطقة الخل علشان ما يلتهبش، وهنحط النقطتين كده على الزايدة اللي عندي. طبعا ده مفعوله جامد جدا الخل ده، كل يوم هنعمل هننقط على الزايدة دي من 3 مرات لخمس مرات في اليوم او اكتر، وانتي رايحة وانتي جاية بتنقطي كده عليها، واخدة بالك. ان شاء الله كده في خلال يومين هتلاقيها ان هي دبلت وهي بدأت تنشف ويبقى لونها بني وتجف وهتقع، تمام. او ان انتي هتجيبي برضو روح الخل اللي عندك هتحطيها على الليمون، على قشر الليمون زي ما احنا عاملين كده، يبقى روح الخل اللي عندك هتحطيها على قشر الليمون كده وهتسيبيها 24 ساعة يوم بحال. بعد كده هتعمل ايه؟ بالفازلين حوالين المنطقة، وهتاخدي القشرة وهتحطيها على الزايدة اللي عندك، وهتجيبي البلاستر الطبي وهتيجي حطاها عليها، وكل ساعتين هنعين القشرة وهنحط قشرة جديدة. طبعا بنرمي دي، انا قلت ممكن نقطع يعني الليمون البنزهير اللي عندي او ليمون الاضاليا الكبير القشر بتاعه، الاثنين عادي، هننغز كده مع بعض. وانتي بعد ما تحطيها بالسكينه زي ما قلنا كده هتنغزي كده القشر علشان المحلول يبقى جوه، يعني يتغلغل جوه القشر، تمام يا بنات. هنحطها 24 ساعة وبعد كده هنستخدم القشرة، ليمونتين ثلاثة هتنقعيهم في روح الخل، هتسيبيهم 24 ساعة وهتستخدميهم زي ما قلنا القشرة على الزايدة الجلدية، وهنغطيها بالبلاستر وكل ساعتين بتغيري، هتتبل زي ما قلنا وتجف وهيبقى لونها كده هيغمق وهتيجي واقعة. دي يعني أسرع طريقة اكتشفوها اللي هي روح الخل، تمام يا بنات. في كمان الصبار اللي هو اللي عبارة عن، مش الصبار العادي بتاعنا جل الألوفيرا أو الصبار العادي ده، لا هو بيبقى عبارة عن صبار هو كده اسمه الشمعدان، أيوة. فإحنا قلنا خلاص الطريقة بتاعت إن إحنا هنحط روح الخل، تمام، على قشر الليمون وهنستخدمه نسيبه 24 ساعة، وبعد كده ناخد قطعة قطعة هنحطها على الزايدة وهنحط الجلدية وهنغطيها بالبلاستر، كل ساعتين هنغير، وكده ان شاء الله في خلال يومين هنلاقي ان الزايدة اللي عندنا الجلدية دي ان هي دبلت وجفت ولونها غمق ووقعت
لوحدها. في كمان زي ما قلت الصبار الشمعداني. الصبار الشمعداني ده هتجيبيه من اي بتوع الزينه، اللي هي المحلات اللي عندها بتوع الزينه، فهو شكله زي الشمعدان. انا هسيب لكم الصوره بتاعته برضو عشان تعرفوا شكله. انت لو جبتيه عندك وخليتيه في البيت، طبعا اللي عندهم زايده يعني زوائد جلديه كتير، بناخد منه قطعه من فوق كده بتتقص، في حليب جوه، بيبقى في حليب كده لونه ابيض، هو ده النقط اللي هنقط بيها على الزايده الجلديه اللي عندي. وانا رايحه جايه بنقط برضو بالجزء ده، هيبقى مليان حليب، رايحه جايه بحط الحليب على الزايده الجلديه كده برضو. وممكن ان انت لو يعني برضو تاخدي قشره من الليمون اللي هو عندك برضو في روح الخل وتنقطي عليها بالحليب ده وتحطيها برضو، هتجيب نتيجه حلوه قوي. او ان انت بالصبارة بالحليب هتحطيه برضو رايحة جاية كده زي ما احنا قلنا، ان شاء الله في خلال يومين، لانه قوي جدا زي روح الخل ما هو مركز وقوي، فان شاء الله هيجيب نتيجة حلوة قوي 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 معاكي. يبقى الطريقتين الجداد، الطرق القديمة هي بطيئة ولكنها بتجيب نتيجة. الطرق القديمة كلها عرفناها، كمان كان معجون الاسنان، معجون الاسنان مع البيكربوناتو، ما بتاخدي معجون اسنان مع معلقه من بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، وبتحطي معلقه على معجون السنان، تحطي معجون سنان برده حبه حلوين مع الليمون، عصير الليمون، وانت رايحه جايه برده بتدهني بيه، بتدهني بيه برده بتدبل، بس بتبقى ايه عايزه مده اطول. كل دي حاجات احنا عملناها لسه قليل، او التلول او التلال او الزوائد الجلديه او الصنطة، كل اللي احنا قلناه ده فعلا بيؤدي الى ان هي بتدبل وتقع. ولكن في طرق البطيئه اللي احنا قلنا عليها والطرق السريعه اللي قلنا عليها، اللي هو روح الخل الجديد اللي طالع جديد، روح الخل ده مركز جدا وبيقضي على التقليل زي ما قلنا، وكمان الصبار الشمعداني. زي ما قلت لكم برده معجون الاسنان كان احد الطرق، ولكنها بتبقى بطيئه شويه، ولكنها بتجيب مع بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون. كمان يا بنات طريقه فعاله جدا، اللي هو الخيط بتاع فرس الفرس الديل، الديل بتاع الفرس او الحصان، وده عن تجربه يعني. في برضو اعرف كده يعني واحد من قرايبنا كان عنده زايده جلديه في الوجه، وبرده واحد عنده بقى كبير كده سنا في الشغل، اما شاف عنده قال له تحب اشيلها لك وكده يعني، فقال له طب والله يا ريت، بس ازاي يعني؟ فقال له بخيط الحصان، وهو قال لي ان هو ما جابلوش خيط الحصان، ولكن جاب له نوع من الخيوط اللي هي بتاعه الصناره، يعني من خيوط الصنانير لو تعرفوا الخيط بتاع اللي بنصطادوا بيه خيط الصناره، ولكن كان قال لي رفيع جدا جدا يعني درجه رفيعه قوي من الخيط ده، ولفه له بطريقه معينه. طبعا مش اي حد، قال لي مش اي حد بيعرف يربط الزايده دي، مش اي حد، ده طبعا بيبقى راجل كبير ومخضرم ويعني عارف الموضوع ده، بيبقى مدرب عليه، مش اي حد انت بتلفي او بتخلي حد يلف لك كده اي خيط او اي حاجه، لا ما ينفعش طبعا، لازم حد بيكون يعني كبير وعارف الطريقه. فده كان شيخ كبير كده وعارف الشغل، وقال له انا اعرف، كان راجل عربي، وعملها له فعلا في خلال يومين ثلاثه. قال لي دبلت، صحيت من النوم لا ما لقيتهاش، لقيتها واقعه جنبي فعلا يعني، والموضوع ده قال لي ثابت نقطه كده بسيطه، حط عليها مضاد حيوي كام يوم كده، قال لي وبقت العمليه زي الفل. فدي صراحه من الطرق اللي هي مجربه، ولكن مش اي حد بيقدر يعملها، اللي هو ياخد شعره من ديل الحصان، او زي ما قال لي ان هي من الشعر بتاع الصنانير يعني بيصطادوا بيه السناره، بس درجه رفيعه جدا. الربطه، الربطه هي اهم حاجه طبعا، خبره في الربطه ازاي بيربطها. طبعا مش اي حد يربط زي ما قلت، ومش تيجي تعملي الطريقه دي، لان دي بتبقى فيها ناس يعني ناس متخصصة ومن زمان هي بتعرف تربط، مش اي حد يعملها. فاحنا بنجرب الطرق دي لان هي دي اللي احنا ايه منخافش ان هي تعمل التهابات او تسبب لنا امراض، بنجربها وان شاء الله تجيب نتيجة حلوة قوي قوي قوي. غير بقى ان في الطرق الطبية، الطرق الطبية طبعا بتتشال بالكي، بتعمل كده، هي بتديكي بنج بسيط كده وبتشيلها وبتكوي، بتكويها الدكتور او الدكتورة، بسمع ان في بالكي فعلا بيشيلها. وفي طرق كمان بالليزر تقريبا، في طرق طبيه يعني، ممكن برضو تروح تستشير الطبيب وبرضو تشيل الزايده دي بطرق كويسه. برضو اكيد الطب فيه وسائل كويسه جدا طبعا، ولكن احنا بنعمل الوصفات دي للناس اللي هي مش بتقدر تروح للدكتور، وان هي يبقى عندها صبر. الوصفات دي عايزه ناس اللي عندها صبر، وان هي تمارس الوصفه معانا يوم بعد يوم، وان شاء الله تجيب نتيجه حلوه قوي قوي قوي. انا قلت لكم كل الخبره بتاعتي فيه،
ازاي نشيل السقاليل او التلال او الزوائد الجلديه او الصمته من الجلد، واخر حاجه وصلنا لها زي ما قلت روح الخل او الصبار الشمعداني، وده كان اخر حاجه وصلوا لها في ان احنا نشيل السقاليل بسرعه جدا جدا. وجربي وان شاء الله تشوفي النتيجه. وكده اكون وصلت لنهايه الحلقه، وان الا نلتقي بكم في حلقه جديده. لكم مني كل الحب. Everything for you.